الحضور الكريم، هل كتب على هذه المنطقة بأن تعيش في هذا الصراع للأبد؟ ألم يأني الوقت للتعامل مع جذر مشكلة الشرق الأوسط؟ ألم يأتي الحين لنبذ الأوهام السياسية بأن الوضع القائم قابل للاستمرار؟ وضع الإجراءات الأحادية والاستيطان وتدنيس المقدسات وخلع الفلسطينيين من بيوتهم وقراهم ومن القدس الشريف. إن مصر دفعت ثمناً هائلاً من أجل السلام في هذه المنطقة. بادرت عندما كان صوت الحرب هو الأعلى، وحافظت عليه وحدها عندما كان صوت المزايدات الجوفاء هو الأوحد، وبقيت شامخة الرأس تقود منطقتها نحو التعايش السلمي القائم على العدل.